تطيعه إذا أمر. نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما استفاد المسلم في دنياه بعد تقوى الله من امرأة صالحة. نعم. شفت يعني بعد تقوى الله الزوجة الصالحة، إن أمرها أطاعت، إن نظر إليها سرت، إن غاب عنها حفظته في ماله وفي عرضها. نعم. هو ده حق الزوج. حقها ألا تدخل في بيته من لا يرضى. افرض أخوها، ابن عمها، ابن خالها، غيره غيره، ما فيش حد يدخل البيت في غياب الزوج. نعم. إلا برضا الزوج، حتى لو أبوها، حتى لو أبوها، حتى لو أحد محارمها، حتى لو أحد محارمها، إلا برضا الزوج. لكن الوقت بيجي الصاحب مع صاحبه، والأمور بتبقى إيه يعني، في طرفة كده الراجل مات وجاره طبعا إيه عارف زوجته، وقال لك إيه نشوفها نتجوزها، طبعا بيشوفها بالمكياج وبيشوفها مش دي نكتة يعني، بس بتحصل خلي بالك. فبعد ما مات وبعد الأربعين راح يخبط عليها، طلعت له من غير مكياج خلي بالك. أمر يا أبو محمد، قال ما فيش أخبار عن المرحوم. ما خلاص شافها من غير مكياج، خلاص مش هي دي اللي أنا إيه إن أنا عايزها. ما فيش أخبار عن المرحوم؟ قالت له لا، المرحوم بيسلم عليك خلي بالك. فطبعا ده كله كلام، إن أنا آجي لبيت صاحبي ومراته مش موجودة، اتفضل اتفضل. طبعا دي كل مشاكل كتيرة جدا بتحصل، وإحنا في أمس الحاجة إن إحنا نبعد عن الأمور دي حتى تستقيم الإيه؟ تستقيم الحياة. فأكبر حق للزوج على زوجته ألا تدخل أحد بيته إلا بإذنه، حتى وإن كان من محارمها. طيب لو كان بقى صديقه ووي، طبعا ما ينفعش، لأن أغلبية المشاكل بتيجي من إيه؟ بتيجي من التسيب. بيجي يخبط، يخبط الباب، أمال هو صاحبه أو زميله أو كلام من ده، طبعا بحسن نية، هو مش موجود يبقى مش موجود، لا اتفضل ومش عارف شاب شيء وتقعد. وطبعا ده كلام لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وهذا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أهم حقوق الزوجة على زوجها.